إذن مستمعنا اليوم في دول زاتي نقترح لكم صابلي مالح، غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الزبده ديال العبار، ذوبه، 4 المعالق كبار ديال زيت الروميه، زيت المائده، قبيصه ديال الملح، 4 الفرماجات متلتين، جوج المعالق كبار ديال الموطارد، جوج المعالق كبار ديال زيت الزيتون، زيت البلديه. غادي نحتاجو كيلو ديال الطحين فورس، وغادي نحتاجو اما شويه ديال الماء دافي اما شويه ديال الحليب دافي اللي غادي نجمعوا به هذا العجين على حسب الرغبه ديالكم شنو متوفر. فهادو هما المقادير. وغادي نحتاجو للتزيين الزعتر، فرماج حمر محكوك في الحكاكه الرقيقه، وزرعه الكتان. غادي نعاود باش نحضروا صابلي مالح. غادي نحتاجو في المقادير ديال العجين 250 غرام ديال الزبده ديال العبار تكون مذوبه، 4 المعالق كبار ديال زيت الروميه زيت المائده، قبيصه ديال الملح، 4 الفرماجات متلتين، جوج المعالق كبار ديال الموطارد، معلقه ولا جوج معالق كبار ديال الزيت الزيتون زيت البلديه، كيلو ديال الطحين فورس. غادي نحتاجو شويه ديال الماء دافي اولا شويه ديال الحليب دافي، يعني عندنا ميزان على حسب شنو بغينا، واش الحليب ولا الماء ولا اللي متوفر عندكم في هذيك الوقيته. بالنسبه للمقادير هما هادو ديال العجين والتزيين، شويه الزعتر وشويه ديال الفرماج حمر محكوك وزريعه الكتان، ثلاثة يكونوا حاضرين عندنا باش نزينوا بهم هاد لي صابلي مالحين. فالطريقه سهله، غادي نخدموا هاد العجين بالطريقه العاديه، كنخلطوا المقادير كلها، يعني كناخذوا 250 غرام ديال الزبده ديال العبار مذوبه، نخلطوها مع 4 معالق كبار ديال زيت الروميه، مع قبيصه ديال الملح، مع 4 الفرماجات متلتين، مع جوج معالق كبار ديال الموطارد، مع معلقه ولا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون زيت البلديه، كنضيفوا مع هذاك الكيلو ديال الطحين فورس، كنخلطوا هذه المقادير كلها، يعني نديروا طحين فورس ونضيفوا عليه، يعني حفيره نضيفوا هذه المقادير كلها، وكنبقاو نجمعوا اما بشويه ديال الماء دافي وحنا كنخلطوا، اولا كنجمعوا بشويه ديال الحليب دافي وحنا كنخلطوا هذه المقادير كلها حتى كتجمع لينا العجين. وديك الساعه يعني هذا الخليط ملي كنعجنوا مزيان هذا العجين، صافي ديك الساعه كناخذوا العجينه وكنقسموها على ثلاثه، ملي كنقسموها على ثلاثه نخليوها ترتاح واحد خمسه ديال الدقائق مغطيه بلاستيك الغذائي، ومن بعد خمسه ديال الدقائق كناخذوا هاد ثلاثه الكويرات، هاد العجينه اللي قسمناها على ثلاثه، الكميه الاولى العجينه الاولى اللي قسمنا كنديروا فيها نرشوا عليها الزعتر ونعاودوا نخلطوها مزيان، والعجينه الثانيه نديروا فيها الفرماج يعني محكوك، والعجينه الثالثه كنديروا زريعه الكتان. هذه الطريقه يعني كنحاولوا اننا نشتو هذاك زريعه الكتان على ديك العجينه ونخلطوها مزيان، هي مجموعه يعني كنرشوا عليها وكنحاولوا اننا ندخلوهم مزيان. ممكن اننا ناخذوا اما نديروا هذه الطريقه، كتجي وحده منسمه بالزعتر وحده بالفرماج الحمر وحده بزريعه الكتان. كيف ممكن اننا ناخذوا هذاك العجين يعني ونقسموها بنفس الطريقه، وكل عجينه كنورقوها مزيان وكنقطعوها بالمرشم وكنشدوا بياض ديال البيض وكندهنوا بالشيته وكنبداو نرشوا يعني بالطريقه اللي بغيتوا. كيف قلنا ملي كنعجنوا هاد الصابلي مالح مزيان كنعجنوا العجينه ونخليوها ترتاح خمسه ديال الدقائق، من بعد خمسه ديال الدقائق كناخذوا العجينه وكنقسموها على ثلاثه الكويرات، الكويره الاولى كنخلطوا معها الزعتر، والكويره الثانيه كنخلطوا معها الفرماج حمر محكوك، والكويره الثالثه كنخلطوا معها زريعه الكتان، ثم كناخذوا كل عجينه كنخلطوها مزيان، وحده بالزعتر وحده بزريعه الكتان وحده بالفرماج حمر محكوك، وكنورقوها مزيان بالمدلك، وكناخذوا المرشم، من الاحسن ناخذوا المرشمات الصغيورين، وكنبداو نقطعوا وكنستفوا في لاطه ديال الفران مفرشه بورق سيلفوريزي، وكنديروا العجينه تكون رقيقه باش كتجينا مقرمله هذا يعني هذا الصابلي، وكنبقاو غاديين حتى كنكملوا هذا الصابلي مالح بثلاثه ديال التنسيمات. قلنا كيف ممكن انه بدل ما اننا نديروا التنسيمات مع العجينه، ناخذوا هذاك العجين ونورقوه مزيان بالمدلك ونخليوه يعني رقيقه هاد العجينه، وكناخذوا البياض ديال البيض وكندهنوا بالبياض ديال البيض الوجه ديال الوجه ديال العجين كله، ثم كناخذوا نصف الكميه ديال العجينه نديروا فيها الزعتر، ونصف الكميه ندردروا عليها الفرماج، ونصف الكميه نديروا عليها زريعه الكتان، ثم كناخذوا المرشم وكنبداو نقطعوا مرشمات مختلفين، مثلا المرشم مثلا مربع بسنينات نديروه في الزعتر والعجينه الزعتر باش كيجينا مختلفين، يعني المرشمات الى خالفناهم كيجيو شكيلات مختلفين وبتنسيمات مختلفين، وحده بزريعه الكتان وحده بالفرماج حمر محكوك وحده بالزعتر، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم الطريقه ديال التزيين كيفاش بغيتوها، اما نقطعوا المرشم
الفرش من الاول، اما نخلطوا هاد التنسيمات هما الاولين عاد نقطعوهم بعد ما كنكون لصقنا بيض ديال البيض. من بعد كندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر، ما كتحتاجش لطيب بزاف لانه العجينه رقيقه، ومني كتخرج يعني كتجي مقرمله وكتجي يعني بتنسيمات مختلفين، يعني كيجيو مناسبين هكا وحنا جالسين مع العائله ومع الحباب هكا كناكلوا هاد لي صابلي مالحين مع براد ديال اتاي وبالصحه.